مساء الخير، تحياتي للجميع و بتشرف دايما بيكم. طبعا منتظر بس الناس تدخل. مساء الورد، كل التقدير والاحترام للجميع حبايبي وعلى راسي، و بتشرف دايما بمتابعتكم، ودايما الحمد لله الواحد اتعلم ان هو صغير او ابتدى ياخد خبرات في الحياه. احب المواجهه، عمري ما بخاف من حاجه، الحمد لله عمري ما بخاف من حاجه، ان انا بلعب كوره ومن بعد ما بطلت كوره، وهفضل دايما ابراهيم سعيد زي ما هو. والنهارده انا حابب ان انا اطلع هوا، بعتذر بس لو في بعض الكومنتس ولا حاجه مش عارف ارد عليها، لان انا حابب ان انا اوضح حاجات كتيره جدا، ويمكن كلام كتير جدا في الفتره الاخيره مع عليا واهانات وشتايم. عمري ما اغلط في حد، ما هي دي بقى الحياه اللي انا اتعلمتها. قلت الاول ممكن اغلط، ممكن حد يغلط فيا بغلط فيه، فاكيد مش هرجع تاني ابراهيم سعيد اللي الناس كلها عارفاه، لان الحياه بتعلم والحياه ليها بتديك خبرات، فهتعلم ولسه بتعلم على فكره، وتعلمت منكم وبتعلم، وطول ما انا في الشارع وطول ما انا على الرصيف لاني جبتها من تحت هتعلم والله. وعمري ما هغلط في حد، اهانات شتايم رسايل ليكوا كل التقدير والاحترام مني وعلى راسي، لان في يوم من الايام اللي غلط فيا كان بيشجعني، وحتى اللي مختلف معايا ده شيء طبيعي، ودايما ما بحبش اعمم، بس الحمد لله اتعلمت حاجه في حياتي، ان عمري ما خاف، وهفضل دايما ابراهيم سعيد لحد اخر نفس. اللي بيقول كلمة الحق واللي بيشوف الحاجة الصح بيقول عليها صح، واللي بيشوف الحاجة الغلط بيقول عليها حاجة غلط. أنا مش هجامل حد على حساب حد، ناس كتيرة جدا مختلفة مع إبراهيم، ليكوا كل التقدير والاحترام، بس أنا عمري ما هغلط في أسرة حد، ولا هغلط في عائلة حد، ولا هغلط فيك شخصيا، لأن أنا خلاص اتعلمت، وأكيد لو ما اتعلمتش من الأخطاء اللي فاتت هفضل زي ما أنا. حابب ان انا ارد على كل حاجه، والفيديو ده على مسؤوليتي الشخصيه. اهو انا ابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد بوشه، انا بص على النضاره كمان، انا ابراهيم سعيد صح، ودي الصفحه الرسميه بتاعتي، ودي البيج الرسمي اللي بقى لها تقريبا فتره قليله، مش فتره كبيره يعني، ودي الحاجه الوحيده اللي بقدر اتكلم منها، وبتكلم بما يرضي الله، لان في الاول والاخر الواحد ما بيعيشهاش غير مره واحده. ناس كتير هتختلف مع ابراهيم سعيد على دماغي من فوق، وليكوا كل التقدير والاحترام، سواء من اهلاويه سواء من زملكاويه او ايا كان مين بيشجع نادي او بيشجع الفرقه بتاعته، على دماغي من فوق زي ما قلت لكم انا هتعلم ولسه بتعلم. والفتره الاخيره عشان ناس كتيره جدا بتتكلم ان انت قاعد في البيت ومش قاعد في البيت، الكلام ده قولوا زي ما انتوا قايلين، بصوا قولوا زي ما انتوا تحبوا. انا الحمد لله من 2015 او 2016 انا موجود في المجال الرياضي، وموجود على تويتر، وموجود على الفيسبوك، وقبل الصفحه دي كان في صفحه تانية كان بعض الزملكاويه كانوا واخدينها، وكانت ناس دايما بتشتم النادي الاهلي وبتغلط في حق جماهير النادي الاهلي، وبتغلط في النادي الاهلي وفي اشخاص جوه النادي الاهلي، ودي كانت بدايه الشراره ما بيني وما بين جمهور نادي الزمالك، لان كان عليها كم كبير جدا من الجماهير، واعتقد كانت في ناس بتبعت لي وبتكلمني، وكنت عملت تقريبا اكتر من كذا اجراء قانوني ان ضدهم، بس والله العظيم انا اتربيت على الاصول، ودايما بتعامل مع الناس ان هم اخواتي واصحابي، وعمري ما حبيت ان انا اذي حد، ولا عمري هاذي حد. وكم الرسائل اللي بتتبعت لي، والله العظيم انا لو واحد وحش لاذي كل الناس اللي بعتالي رسائل بشتايم باهلي بيا، وعلني، بس في الاول والاخر بقدر ان في يوم من الايام الناس دي شجعتني، والناس دي وقفت معايا، والناس حبتني، وعمري ما هتعامل بالاسلوب الرخيص ده، لان في الاول والاخر هي كوره، وهفضل دايما بتكلم كوره. وفي الوقت اللي انا كنت بتكلم فيه كوره على النادي الاهلي لعيبه، ويمكن كان كثيره جدا كان من جمهور نادي الزمالك مأيدني، وكان ايه ده وحبيبهم، طبعا كل التقدير مش بعمم، بس للاسف الاشخاص اللي موجوده او البيجات اللي موجوده اللي عامله عليا الحمله في الفتره الاخيره، انا بقول لكم صدقني ده مش نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك،
لان انا اتعاملت مع جمهور نادي الزمالك الحقيقي، جمهور نادي الزمالك الحقيقي اللي بيتعامل مع ناديه وبيحب ناديه. اما للاسف الناس اللي موجوده دي انا ما اعرفهاش، انا ما اعرفكوش، ما اعرفكوش والله، لان ده مش النادي الزمالك. ما انا اختلفت مع النادي الاهلي اختلافات كتيره جدا، رغم اهو انا هقولها تاني، اختلفت مع النادي الاهلي خلافات كتيره جدا اكتر من الخلافات اللي انا موجود فيها دي دلوقتي. بس عمر ما حد هني باهلي ولا باسرتي ولا ايا كان، اخرها كانت الاخطاء العادي، انت فاشل ومش فاشل والكلام ده انا بسمعه كتير، والحمد لله دايما طول عمري واثق في نفسي، وتعبت لحد ما وصلت ابراهيم سعيد. انا لو فاشل، طب انت ايه اللي مضايقك اللي انا فاشل؟ انا فاشل. انا راجل فاشل، انا ما لعبتش ماتشات، انا ما لعبتش غير ماتش واحد. زي ما كده بتتقال ان انت فاشل وهتتحرك، لان انا النهارده انا معاكم، لان برد على حقائق كتيره جدا وهوصل الرساله. واهو ده ابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد انا ما بخافش ولا بقعد استخبى واصل انا اتشتم فهسكت. لا والله العظيم عمري 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 ما هخاف من حاجه، لان في الاول والاخر اللي ربنا كاتبه بيحصل، تهديدات، شتايم، مش عارف، كلام بيوصل. انا اكبر من الكلام ده والله العظيم، صدقوني والله في الاول والاخر هنا ابيض، قلبي ابيض، عشان كده دايما ربنا بيكرمني وبيوفقني، لان في الاول والاخر انا عشت هنا وعشت هنا. وناس كثيرة جدا بتزعل لما انا كنت بقول ان ابن النادي الاهلي، ما انا حقيقي ابن النادي الاهلي، ده حقيقي، ما انا حياتي كلها من وانا عندي 8 سنين عشت في النادي الاهلي. وهقولها تاني عشان كلام كتير جدا، الفيديوهات اللي نازله وفي سكرينات شوت كده معرفش ما جايه منين دي، في الصفحه القديمه اللي كانت بتغلط في النادي الاهلي، فعلمهم كله داخل في بعضه، وعلمهم كل ده انا ولا هرد عليه، لان في الاول والاخر اختلافي مع النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي كان كوره، وده عادي، ده وارد، ده شيء طبيعي، كل زمن ليه الوقت بتاعه. وحاليا دلوقتي حتى خلافي مع جمهور الزمالك خلافي كوره، لان انت واللعيبه ضد النقد وضد الكلام عليهم. لا انا هتكلم على اي حد، انا كنت بتكلم على من اصغر واحد لاكبر واحد، والحمد لله عمري ما خفت من حد ايا كان. حتى للناس اللي بتشتم على دماغي من فوق منورين البيج عندي، كلام كتير جدا. انا عائلتي زملكاويه على فكره، انا ما انكرتش. عائله الزملكاويه، اتربيت في عيله زملكاويه، الوحيد الله يرحمه كان والدي هو الاهلاوي، يعني صميم غير طبيعي، وما بنكرش حاجه زي كده. بس انا اتربيت جوه النادي الاهلي وعشت جوه النادي الاهلي، فاكيد اهلاوي. وطول عمري الناس بتقول لك اصل انت نحست النادي الاهلي، لا انا طول عمري بشجع النادي الاهلي وبتمنى له الخير. ولما كنت النادي الاهلي كان بياخد بطولات وكنت بنزل له مبروك او مبروك ليكم بطوله افريقيا، انا طول عمري بشجع النادي الاهلي، عمري ما كرهت النادي الاهلي على فكره، لان النادي الاهلي هو اللي صنع اسم ابراهيم سعيد. انا ما بطبلش ايا كان بقى، اقعدوا اتكلموا، هو سكريبت متوزع عشان يتقال، فبالاخر مش هيهز مني حاجه خالص ولا فارق. والحاجه على فكره خدوا بالكم، جمهور نادي الزمالك في الوقت ده لو انا عايز اصالحه وابقى النجم بتاعهم واحسن واحد في التاريخ، والله كانت هي بكلمه بس، والله العظيم عمري ما كانت دي شخصيتي ولا دي حياتي، لان المكان اللي موجود فيه ده هو اللي صنع ابراهيم سعيد. انا بصوا اقول لكم على حاجه، انا كنت عايش في اوضه وصاله، والله ما بهزر، عارفين اوضه وصاله ده بتشرف على فكره، اللي عمل اسمي واللي خلاني في الخير اللي انا فيه هو النادي الاهلي، هو اللي ركبني عربيه، وهو اللي خلاني الحمد لله انقل والدي ووالدتي واختي، هو النادي الاهلي. اول فلوس خدتها كان من النادي الاهلي، اول رزق ربنا رزقني بيه ونقلني وبقيت اعرف ابقى من ضمن الناس اللي بتتمنى ان تبقى في افضل حال كان النادي الاهلي. اول حاجه عشتها، اول مره اركب عربيه ركبتها من النادي الاهلي، اول حاجه خرجت عشان ابقى في بيت كويس، وربنا يرزق الجميع ويا رب تبقوا احسن ناس في الدنيا وربنا يرزقكم. فعشان اوصل للمكانه اللي انا فيها والاسم اللي موجود، ايا كان في اجيال كثيره جدا كانت موجوده قبليه وبعديه، بس الحمد لله دايما في اذهان الناس، لان انا تعبت عشان اوصل لكده. فمش ممكن بعد التعب ده كله، لو انا عايز اطبل كنت طبلت وانا بلعب كوره، كنت طبلت وانا في الاهلي، كنت طبلت وانا في نادي الزمالك، كنت طبلت مع المنتخب. بس الحمد لله المجهود اللي انا وصلت له ده بتعبي بعد ربنا سبحانه وتعالى، ثم النادي الاهلي
لان انا اجتهدت وتعبت عشان اوصل لابراهيم سعيد الشخصيه اللي انتم دايما بتقولوا جدل وعايز شو. انا والله العظيم والله العظيم انا لو وريتكم كم الرسائل اللي بتجيلي وبعتذر، لان انا ما بحبش اصلا اظهر اعلاميا ولا اظهر في اي حاجه. انا شخصيتي هي كده والله. لو حد بس واحد بيتابعني انا مبسوط على فكره، لان في الاول والاخر انا بحترم نفسي وبحترم. وهرجع تاني للنقطه، انا لو كنت دخلت في الموضوع بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ وقلت ان ده غلطان وبتاع دوت والنجم نجم نادي الزمالك ما عملش حاجه، كان هيتسقف لي. بس والله العظيم انا اتعاملت بما يرضي الله، بما يرضي الله. على فكره خدوا بالكم، ده انا اكتر واحد في الوقت ده ابقى ضد النادي الاهلي، ما النادي الاهلي اذاني وحصل مشاكل، بس المشاكل كانت كوره وخلافي كان كوره، كان خلافي كوره وخلافي مع جمهور نادي الزمالك كوره. بس في فرق بين انا بختلف معاك وانت بتختلف معايا في حته تانية خالص. على العموم انا مسامح وكل التقدير والاحترام ليكوا، وكنت ممكن بحاجه واحده اصلح العلاقه تاني ما بيني وبين نادي الزمالك، بس انا عملت حساب للعشره وعملت حساب ان في يوم من الايام اللي عمل ابراهيم سعيد اللي خلى ابراهيم سعيد يبقى موجود لحد دلوقتي هو النادي الاهلي، واللي صنع اسم ابراهيم سعيد هو النادي الاهلي، واهدافي وبطولاتي مع النادي الاهلي. انا جيت في وقت والله العظيم طبعا الجيل الحالي اللي موجود ما يعرفنيش طبعا، يعني هي اللي كان عنده 5 سنين وانا بطلت، واللي كان عنده لسه 3 سنين، واللي كان لسه مولود، واللي كان لسه هيتولد. فدي سنه الحياه. انا يعني انا كنت مثلا النادي الاهلي او صفحه النادي الاهلي تنزل هدف ليا بنزله مثلا ماتش الاهلي والزمالك ماتش 6-1، يعني نفسي افرح بالاهداف بتاعتي، نفسي افرح باللي انا عملته. هدف روما مش انا حاطط 45 هدف مع النادي الاهلي، 10 بطولات 8 9 بطولات مع النادي الاهلي. لا، ما انا مش هضيع كل ده مع احترامي لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. ما هو لا، ما انتوا هتيجوا تقولوا احنا وقفنا معاك. لا، ما انا على فكره يعني زي ما انتوا عملتوا انا عملت، فما فيش حاجه اسمها هتعيرني وعايرك لاني عيب. والظروف كانت في الوقت ده مختلفه تماما، ما تنجحش اي حد، ما تنجحش اي حد. فنجاحي ونجاح اسم ابراهيم سعيد هو في النادي الاهلي. ما انا مش هضيع كل اللي انا تعبت فيه من وانا عندي 9 سنين عشان حضرتك تبقى مبسوط. مع احترامي ليك والله بحترمكم وليكم وعلى دماغي من فوق، وفي يوم من الايام شجعتوني. بس انتوا شجعتوني اولا لاني اخلصت النادي الزمالك في ظل الظروف اللي كان موجود فيها نادي الزمالك، 3 ادارات ومفيش فلوس في النادي، ولا في لبس ولا في اتوبيسات، ولا كنا بنروح الماتشات بتاكسي. ايه تاني؟ مفيش فلوس في النادي، النادي حالته مستقرة، اولاد النادي اللي جوه النادي بيخبط في بعضه، ما تعرفش انت بتكلم مين ولا بتتعامل مع مين. تمام؟ فمش ممكن هضيع كل اللي انا عملته ده عشان حضرتك تبقى مبسوط. بحترمك وبقدرك، ولما كنت بنزل اهدافي مع نادي الزمالك انا احرزت 5 اهداف مع نادي الزمالك. لا، ما انا برضو عندي اهداف تانية، عندي حاجات تانية تاريخ انا تعبت فيه عشان اوصل ان انا بيت ابراهيم سعيد. لا، انا مش بعيط، انا ما بعيطش خالص والله. صدقوني يا جماعه والله العظيم انتوا ليه مش مقتنعين؟ الاطفال الصغيرين اللي هم لسه جداد دول، اللي هم لسه الجيل الجديد، يا جماعه انا والله العظيم وانا في الاهلي كنت بلعب ب 100,000 متفرج، وانا في الزمالك كان 100,000 متفرج. فانا بالنسبه لي ومع المنتخب نفس القصه. فاللي انتوا شايفينه ده وال 2001 وال 5000 واحد والسوشيال ميديا، انا ده بالنسبه لي يعني مش عارف اقول لكم ايه. بالنسبه لي عادي، يعني الموضوع بسيط قوي. انا بحترمكم جدا، ولما عملت الموقف ده مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو اللي عمل ابراهيم سعيد، كله بيدب في النادي الاهلي. بس لا، والله العظيم والله العظيم كم مره انا ما عايز حاجه من النادي الاهلي ولا عايز حاجه من نادي الزمالك. وقلتها في فيديو قبل كده، ما انا لو كنت عايز ابقى موجود في نادي الزمالك كنت على فكره كنت انضميت للقناه من بعد اول ما فتحت، وكنت مسكت الناشئين. بس مش دي الشخصية بتاعتي، مش دي طبيعتي. أنا عمري ما اتعاملت مع حد، الحمد لله، واللي يعرف إبراهيم سعيد، ولو أنا بتعامل بمصالح كنت اتعاملت بمصالح كتيرة جدا وأنا بلعب كورة وحتى بعد ما بطلت كورة. بس دايما بقول الحمد لله شخصيتي وطبيعتي اللي هي من جوه بتطلع طبيعي.
انا بقول لكم، انت لو كنت عايزين تحبوني كنت خبطت في كابتن سيد عبد الحفيظ اللي انا عشت معاه ملاعب وانا في الناشئين، وكنا بنركب الاتوبيس مع بعض، وكنا بنقعد في المعسكرات مع بعض، وكنا عايشين في فرحه مع بعض. حتى نفس القصه لما اتكلمت على حسام غالي، ده حسام غالي ده على فكره ده اخويا الصغير، يعني اخويا الصغير على فكره، لما وقفت معاه ولما اتكلمت على كيان النادي الاهلي واتكلمت على حاجات كتيره جدا، ان اللعيبه دي ما تنفعش. وكان جمهور النادي الاهلي كان ممكن في الوقت ده، هو جمهور النادي الاهلي موضوع مختلف في حاجه، هم شايفين مصلحه النادي ان اللعيبه دي لا تستحق. لما جيت اتكلمت على نادي الزمالك، لا انت ازاي تتكلم رغم ان اللعيبه دي ضيعت بطوله افريقيا سنتين ورا بعض، انت بتخرج من المجموعات سنتين ورا بعض انت مش كسبان. فدلوقتي بقى خلاص ابراهيم سعيد وحش. الوقت اللي كان نادي الزمالك كان فيه مشاكل عنده كنت اكتر واحد بتكلم ما ينفعش، لان انت عندك قطبين مهمين جدا في مصر، الاهلي والزمالك. لو واحد فيهم وقع خلاص ما بقاش فيه كوره، ما بقاش فيه متعه، ما بقاش فيه متعه. زي ما انتم شايفين منتخب مصر متدمر، بس والله العظيم والله العظيم دايما هفضل لحد اخر نفس ليه، لحد اخر نفس ليه، مش هخاف من حد ولا هستخبى من حد، لان انا ما بخافش. جمهور نادي الزمالك ليه كل التقدير والاحترام مني، بس في الاول والاخر انا اتربيت في النادي الاهلي وعشت في النادي الاهلي، وهفضل طول حياتي حتى بقى وانا في الزمالك كنت بقول ان انا ابن من النادي الاهلي ومن ابنائه، واخدت بطولات معاه وعشت لحظات عمري ما عشتها في مكان تاني. دي حقيقه ما حدش ينكرها ولا هنكرها. وبعض الصفحات برضو بعض الناس، مع احترامي لجمهور النادي الاهلي، في بعض البوستات كده نازله، وحابب ان انا ارد على كل الكلام النهارده. قال لك اصل احنا هناخد ابراهيم سعيد اداه ان هو يهاجم نادي الزمالك. والله العظيم دي ما شخصيتي، والله العظيم ثلاثه ما دي شخصيتي. طبعا كل التقدير والاحترام، كل واحد هيقعد يعمل اللي هو على مزاجه ويدخل الموضوع في حته غير الموضوع تماما، بس اللي يعرف ابراهيم سعيد كويس، ولا تاني انا ولا ليا مصلحه هنا ولا ليا مصلحه هنا. بالعكس، ده انا لو اكتر واحد دلوقتي، لو انا بقى نفسيه جحيم وكده، طب ما النادي الاهلي بقى كان في مشاكل ما بينه وما بينه، كنت مسكت النادي الاهلي قطعته، كنت مسكت كابتن سيد عبد الحفيظ قطعته، كنت مسكت كابتن حسام غالي قطعته، كنت اتكلمت على كابتن محمود خان، كنت اتكلمت على كله. بس للاسف انا عمري ما هعمل كده، لان انا اتربيت على الاصول واتربيت على الاحترام وعارف الاصول كويس والله. لان في الاول والاخر انا في يوم من الايام عشت جوه المكان ده، والمكان ده هو اللي ليه خير على ابراهيم سعيد. حتى في مشاكلي مع نادي الزمالك في الوقت الحالي برضو عشت في المكان ده، وفي خير ما بيننا وبين بعض، سواء في فرحه او في حزن. عمري ما هغلط في حد تماما، وما بخافش الحمد لله. لاني اخاف من ايه؟ انا اللي انا شايفه بقوله، وعمري في لحظه واحده ما هقول حاجه انا شايفها تطبيق او هطبل لحد. نادي الاهلي خيره على ابراهيم سعيد، وهو اللي عمل ابراهيم سعيد، وهو اللي خلى ابراهيم سعيد يلعب في المنتخب، وهو اللي عمل ابراهيم سعيد في كل شيء. فعمري ما هبقى زي ناس عشان ليا مصالح مع النادي الاهلي، واقول لك انا ماليش مصلحه مع حد، هخبط فيه ولا هقطع فيه عشان خاطر ان انا في عدوانيه ما بيني وما بينه في يوم من الايام. ده كان ملخص الكلام، كل التقدير والاحترام ليكم، وحتى الناس اللي بتغلط فيا وحتى اللي بيشتموني ليكم كل التقدير والاحترام. بحترمكم، لان في يوم من الايام اكيد شجعتوني او بتحبوني او بتكرهوني، كله على دماغي. عمري ما هغلط في حد ولا هخبط في حد، وهقول تاني اللي انا شايفه سواء في الاهلي او في الزمالك هتكلم عليه. والحمله اللي موجوده دي والله العظيم والله العظيم كم مره انا ما زعلان منها، لان في الاول والاخر هي كوره، واختلافي كوره، وهتفضل خلافي ما بيني سواء هنا او هنا كوره. ده ملخص كل الكلام، كل التقدير والاحترام. ولما اتكلمت على كابتن صالح سليم، كابتن صالح سليم هو مثل اعلى لابراهيم سعيد، وقلتها قبل كده، اتعلمت منه القياده، اتعلمت منه الشخصيه، اتعلمت منه القوه. هو اللي زرع
الروح والقوة. انا كان عندي مبدأ في حياتي ما بخسرش، ما بحبش اخسر، وحقيقي ما بحبش الهزيمة. التعادل بالنسبة لي ده كنت انا بقعد في البيت زعلان، ولما كنت بخسر ده كان بالنسبة لي ماتش، كان بالنسبة لي يعني سواد، كنتش بعرف امشي في الشارع وكنا بنتحبس في البيت. بس اتعلمت القوة، وتعلمت الروح، وتعلمت الشخصية اللي انا موجود فيها من يعني اول ما ظهرت اتعلمتها من جوه النادي الاهلي، ان ما بخافش، وان دايما عندي ثقة في نفسي، وان الفوز هو الاساس بتاعي، والخسارة دي بالنسبة لي مش موجودة. اللي عايز يخسر يخسر، الناس كل واحد وشخصيته، في ناس بتحب تخسر بالنسبة لهم عادي، وفي ناس بتحب بالنسبة لهم التعادل ده مكسب. انا بالنسبة لي مبدأ الخسارة يعني انا ما بحبش اخسر، بحب اكسب، ودايما ربنا الحمد لله دايما هينصرني وهيكرمني، ودي ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى. والله في عز الظروف اللي انا وقعت فيها والعقبات اللي انا وقعت فيها، دايما الحمد لله ربنا بيقف معايا وبينصرني وبيكرمني، وبرجع اقوى من الاول. ليه؟ لان انا من جوايا نظيف الحمد لله. بتمنى الخير للكل، ولا هطبل لحد، ولا بخاف من حد، ولا هطبل لحد عشان خاطر حضرتك تتبسط. الحلو هقول عليه حلو، والوحش هقول عليه وحش. تحياتي ليكم، وده اللي انا اتربيته في النادي الاهلي، القوة والخوف على المكان والمحبة للمكان، وعشان كده دايما ما بكره الهزيمة وبكره الخسارة. تحياتي ليكم، كل سنة وانتم طيبين. ابراهيم سعيد، اشوفكم على خير دايما.